تفعل هذه المرة؟ أعرف أننا اتفقنا ألا نشارك في الأحداث، ولكن دعنا من فرصتك هذه. لم أستطع أن أقف ساكنا بينما كل أصدقائي يودون المشاركة، أليس كذلك؟ وأنا أيضا يا أصدقائي، أنا أيضا أود المشاركة ولكن بنظام وبلا فوضى. كلنا نحب النظام، أليس كذلك يا أصدقائي؟ نعم، وأنا أيضا أحب النظام. يحب النظام ويريد مساعدة الأمير. واحد يأتي معي حسب أوامري أنا. اثنان. حسب أوامرنا نحن الاثنان. اتفقنا. هيا. واحد واحد. تعالوا بنظام. شكلوا نصف النظام. بنظام. بنظام. القناديل كثيرة يا مولاتي، لكن القليل منها من استطاع الوصول إلى قصرك. إذن اكسروا الحواجز واهدموا الأسوار واسمحوا لكل حملة القناديل بالدخول إلى القصر. أحسنتم أصدقائي. الآن عرفت ماذا قصد والدي في وصيته عندما قال. ماذا قال والدها؟ هل تتذكرون؟ أنا. كي تصبحي ملكة يجب أن تحملي الشمس إلى الناس. الآن عرفت أن القناديل مجتمعة هي الشمس التي قصدها والدي في وصيته. تستحقين الآن يا مولاتي أن تكوني ملكة لهذه العامرة. تفضل التاج. فلنقم مراسم الاحتفال. هيا هيا مراسم الاحتفال. هيا هيا نحتفل جميعا. هيا هيا نعم. هيا
نفسي يا مدينة مش عايزة.